الأمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلازلنا مع هذه المواقف الإيمانية نسير في ظلالها ونستروح عبيرها، نريد أن نتأثر، نريد أن نستلهم منها ما ننير به طريقنا ونحفظ به أنفسنا ونحملها على أن تكون كما يرضي الله، متأدبة بآداب الشريعة، متخلقة بأخلاق القرآن. من المواقف الإيمانية التي كان